سيدي يوم جاء كشف الرايع دراني راح ابيع كان بعد كان عافيه وراح يجي كان شراي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالة اليوم انا خبرتك على الفيصل من مستشفى الحمامات. اهلا وسهلا بيك. شوف هذان الحمامات راح يسوونك تاجر. هنا نعزل المعارض. لا بس كل ما وصل حنطة اجيب لك 800 طن. شنو ذا ناس المزارع؟ لا اول مزارع يحصد وذن يجيب لنا عجاز. ما شوفنا وخلينا بالسطح. عمي ذا ايش انا شراي. بعيني ما دام هيش راح استاهل وياك. انا حمامات خابر على وشه. دق عليه الحجي. علي الطيخ. الو ها حجي. لك يا حجي. ها انت ياهو. لك انا شبالي. ها شبالي ياهو باقي تجيب اسمارتك. يا تشيبيز. ها لا تحفظها ما عده. اعطيني الالوان. جايك اي والله جانا رزق اليوم. خلنا نخابر الحجي. لا خلنا نشوف شكو ماكو بعدين نخابره. يا الله جايكم. وقف. حد يتحرك. يلا قدر. وين ضامين؟ طلعوهن بساعة. يتحرك من اشمره من السطح. يلا. شنو الحنطه والحمام؟ ها؟ هذي اثنين اثنين. وقف 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 هنا خلونا نفتش. وقف لا حد يتحرك من دام. اشوف وين ضامين هذول القواوي. وين ضامين هذول؟ هلا هلا. هاي الحنطة المذوقة كلها هنا. انا خابر الحجي اقول له الحنطة المذوقة لقيتني. خلني احصل عندك راموية. وين الحجي؟ وين لقى الحجي؟ وين؟ الو ها حجي؟ ادي لك بشارة. بشارة ما لقاها مال خضرة ولا اكتسوا بيها. انت ما جبت له خبر بحظ. الله يطيح حظك وحظ بشاراتك. لو اللي مشي منها يلا. لا ولك مو بشارة ما يقاعد. انت مطي ولك علي من مطي. لا يا قشمر. لا اقصد انت مطي فلوس للمجدي. ولو انت من المجدي تاخذون معده ما تطونه. عجها سماع علينا. ادي لك خبر اذا اقول لك اياش تطيني. خبز شنو خبز؟ ولك انت منو قايل لك على خبز؟ منو موديك على خبز؟ لك هذا شلون طرقع؟ هذا شلون جرت مهتلف؟ لك يا خبز حجي. اوه هذا راح يكفرني. هسه خلينا نمر نروح عند السطح. لا كفرنا حجي. ادي لك مفاجأة. لا يا اثوي تقول هيجي من البداية. خلصتها علي بشارة يا خبوي. شنو المفاجأة عندك حجي؟ اي قل الله ايش اراد لها هالهولة. اي حجي ما قلت لها هسه اشتطيني. يا ابويا والله كنت ان هذا الشرطة المهتلف هسه صار لك ساحة قباصتنا عدي وعدي ايد. غير تفهمني شنو عندك على مود اعرف شطيك. يلا هاي بن عدي لك سيتين على ليك. بس قل ليش عندك. شنو هلالي قبيع طماطاني؟ شنو هذا الوشيش اليمك؟ لا ماكو شو هذا التانك ما جرانا الترس. حجي شو سوى بالعلالي؟ مو قلت لك مفاجأة كبيرة. الله يخليك. مفاجأة كبيرة ولك اليوم جنك عندك سالفة كبيرة كلش كبيرة ودسمة. انت بس قل لي شني وانا اعطيك اللي شبعك. اقصد اعطيك اللي يرضيك. حجي ابشرك الحنطات الباقي هن الحمامات لقيتهن. معقولة؟ ما جاي أصدق اللي جاي أسمعه. الحنطات شهر تنقل بين الحمام تبوق بين وانت بربع ساعة تلقاهن. ما جاي أصدق. معقولة انت المهتلف هيج صاير نشر؟
اي وسنونك اقصد عيونك حتى الحمامات لزمتن هسه ما قلت شنك رميتي سنونك وسنونك دمرتن لسنوني خليتني اثرم من قد ما تشفص بسنوني والله خبصتني خبص اقول لك راح اعطيك اكثر شيء احبه اني اللي هو لفات فلافل تروح تاخذ لك لفتين فلافل وتوكل على الله وتشكر من عمك الحجي يلا توكل لفات فلافل لمن عم شو تعطون النعال تعطون النعال ولك شين هذا الصوت اللي يمك انزرفة ثاني تمنك اللي وين واقف ادري واقف بالبنك الله شين هذا الصوت ثاني انزرفة اتقمت ما اعرف احكي من وراك ها لا لا هاي رادة يمكن راح تنطر حجي شين لفات فلافل بويا كل شي مارد من عندك بس مارد اشوف لختك الزفرة ام زفار خرب حظي لك انت جون شرط ما تلف ولك انا ما احاول لانسى ديك الايام اللي خلصتها بالوسق وراسي متروس قمل وانت ترجع تذكرني لك الله منين جابك لي انت الشرطي نصر دان دمشي يلا امشي على السريع جيبهم هم والحمامات والحنطة تعال يلا يلا على السريع حجي روح روح ايه ايه راح اجيبهن واجيب دولي ولي مسؤول زربة حياته بس اكيد يلا قدام السجن اليوم راح اكفر بيكم انتم والحمامات المنا مين قوموا 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 قدام يلا 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 قدام يلا قدام 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 السجن يلا يلا السجن تعال انت تعال هو قدامي تعال انت الثاني السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله